وبينضم لينا النهارده على التليفون بطل من ابطال هذه العمليات، اللواء وسام حافظ، احد ابطال حرب اكتوبر وبطل عمليه تدمير ميناء ايلات. صباح الخير عليك يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب والبحريه المصريه ورجالها بخير وسلام. ولو تكلمنا عن هذه المعجزه وازاي تمت والاصداء ويعني تاثيرها معنويا على الطرفين الاسرائيلي والمصري في الوقت ده. أولا صباح الخير وكل سنة طيبين. الحاجة التانية، أنا يعني لا بطل ولا حاجة، أنا إنسان عادي جدا، ضابط أحد في القوات البحرية اللي كان بيأدي واجبه أيام العمل، أيام ما كنا بنشتغل وعشان ندافع عن أرضنا ونرجع أرضنا تاني، يعني الحمد لله. يعني بتحب أتكلم عن مدمرة إيلات ولا عن الهجوم على ميناء إيلات؟ اللي حضرتك تشوفه يا فندم، البداية كانت إزاي؟ هو طبعا مدمرة ايلات دي حصلت في الاول، كانت يوم 21 اكتوبر، ومدمرة ايلات دي كانت انتقاما لانها ضربت 2 لانش تورفيت فيهم يعني حبايبنا وزملائنا عوني عازر ورجائي حتاتة وممدوح شمس، وانها اطقم اللانشين التورفيت دول اللي هم كان في اغسطس سنة 67. المدمرة بعد ما حصل العدوان الإسرائيلي سنة 67، هو مش إسرائيلي بس على فكرة، لأن إحنا كنا بنتهاجمين من الجنوب في البحر الأحمر، كان في طرات الإنجليزي نيوفاوندلاند، وده إحنا وإحنا راجعين من اليمن كان يصاحبنا وإحنا راجعين من اليمن، وكان في طيارات أمريكية جت من الغرب من ليبيا، في طيارات جت من الشمال، في طيارات جت من اسرائيل، كل ده حصل في حرب 67. وللاسف ما بيذكرش الكلام ده، احنا ما كناش بنحارب اسرائيل لوحدها، كان في انجلترا وكان في امريكا وكان في اسرائيل. فاللي حصل برضو ان كان بعد ما حصل العدوان بتاع 67 كان المدمره ايلات دي بتعمل دوريه في السواحل المصرية، بتوصل لحد شمال دمياط. في نفس الوقت كان في لانشات تورفيت بتاعتنا بقيادة النقيب عوني عازر بتمر في السواحل بتاعتنا كمرور عادي يعني، فالمهم طلاقه. لكن طبعا سلاح المدمرات بالنسبة لانشات تورفيت يعتبر أقوى بكتير، يعني المدى المدفعية أكبر. فكانت النتيجة ان تم تدمير اللانشين دول. احنا في البحرية نعتبر اسرة، ما نعتبرش زملاء بس. فالحقيقة كان في تأثر جامد جدا لاستشهاد عوني عازر وجاي حتاتة وممدوح شمس، كان في يعني تأثر جامد لنا يعني. كان ده دافع كبير سيادة اللواء للعملية؟ في 21 اكتوبر المدمره بقى جايه تاني تستعرض قوتها، وكان عليها بقى طلبه الكليه البحريه وعدد من الزوار. المفروض المدمره مثلا اللي عليها حوالي 400 واحد، اللي كان عليها اكتر من قرب ال 1000 واحد من الزوار وطلبه الكليه البحريه وناس كتير فوق المدمره يعني. فالمدمرة جاية في اتجاه برضه بورسعيد، والاستطلاع بتاعنا عرف ان المدمرة جاية. فالحقيقة النقيب شاكر عبد الواحد قائد اللانش 504 لانش التواريخ قال انا طالع اضرب المدمرة، وفعلا طلع ومعاه الجنش اللي هو لطفي جاد الله نقيب، هو كان وقتها نقيب برضه لطفي جاد الله، وربنا يديله الصحه، هو لواء بحري حاليا ويعيش في اسكندريه. وطلعوا اللانشين في اتجاه المدمره خارج ميناء بورسعيد، ولما بقت المدمره على مسافه حوالي 11 ميل شاكر عبد الواحد اطلق الصاروخ الاولاني، ودي كانت اول مره في تاريخ البحريه العالميه ان صاروخ يطلق على وحده بحريه عايمه ويصيبها اصابه بدرجه 100%. فاصيبت المدمره بالصاروخ الاولاني، فاطلق الصاروخ الثاني
وبرضه أصاب المدمرة. ورجعوا اللانشات تاني إلى الميناء، بس شاكر عبد الواحد بقى رجع على خط الملاحي الدولي ودخل ميناء اسكندرية. أما لطفي جد الله رجع على بورسعيد تاني. القاعدة البحرية لاحظت في الرادار إن لسه المركب عايمة. فادوا تعليمات للطفي جد الله إنه يطلع يضرب المدمرة تاني. فطلع فعلا إلى أن بعضه مسافة حوالي 10 ميل تقريبا، وراح أطلق الصاروخ الأولاني بتاعه، أصاب المدمرة وقسمها نصين وغرقت المدمرة، والناس بقى اللي نزلت في المية نزلت في المية. الصاروخ الثاني ضربوه برضه، فالحقيقة الصاروخ الثاني ده بقى انفجر في المية فأصاب عدد كبير من الناس اللي في المية، وطبعا قتل ناس كتير منهم. احنا بعد كده نزلنا تحت المية على عمق حوالي 30 متر وجبنا بعض اجزاء من حاجات اثار من المركب دي، موجودة حاليا في البحر في المتحف الحربي، زي عوامات نجاة وبوصلة وبعض حاجات كده قدرنا نجيبها من تحت المية اثناء غرق السفينة. وطبعا دي كانت يعني لطمة ضخمة جدا لإسرائيل، حتى ان خالي كان موجود وقتها اسير، اللي هو رفعت وهبة كان اسير في إسرائيل وقتها، فبعت اشارة او بعت جواب فلت من المخابرات الإسرائيلية لانه ما فهموش ايه الحكاية. بعت يقول ان وائل العملية بتاعته نجحت جدا، والحقيقه يعني الناس كلها سعداء بنجاح عمليه وائل. وائل بقى اخويا كان في الانشاد الصواريخ، وكان المفروض ان هو بيعمل عمليه في رجله، لكن هو طبعا قصده على العمليه بتاعه الصواريخ اللي عملها، اللي هي اللي وائل كان بيشتغل فيها يعني. طبعا فاتت على المخابرات الإسرائيلية وجت على جت لنا الإشارة وبلغنا عنها القيادة المصرية. سيادة اللواء وائل حافظ، يعني احنا سعيدين واحنا بنستعيد مع وسام حافظ عفوا، يعني سعيدين جدا واحنا بنستعيد مع حضرتك هذه الذكريات وهذه البطولات اللي دايما هتفضل عايشة معانا، ونقولها للأجيال جيل من بعد جيل يفتخروا ببلدهم وبأبطالهم في الجيش المصري وفي البحرية المصرية. ويعني دايما بنكون سعيدين وكلنا فخر بهذه الحكايات واحنا بنسمعها وبنفضل نحكيها طول الوقت، لانه الحقيقه هذه البطولات مش هتتكرر بالطريقه دي تاني، لانه ده كان يعني شبه معجزه تقريبا انه تحصل تدمير لمدمره بهذا الحجم بزورق صغير، وهي دي بطولات الجيش المصري اللي بتتناقلها الاجيال.